نعم، لوتو انتربرونور المقاول الذاتي هي وكالة جزائرية تم تأسيسها تحت إشراف وزارة المؤسسة الناشئة والمصغرة واقتصاد المعرفة. المقاول الذاتي هي ميزة تمنح لأي شاب اللي كان ينشط في الفريلانس، هي ديستينال للفريلانسر، شباب اللي كان يخدم اون فريلانس من مطوري برامج، من ديزاينر، من هناك العديد من المواهب والكفاءات الشبابية الجزائرية كانت تنشط وكانت تصدر خدماتها نحو الخارج بطريقه ما نقولوش غير قانونيه لكن غير مؤطره، وهو ما كانش محمي باش يستلم امواله. اليوم بطاقه المقاول الذاتي اولا راهي حتكون اونلاين، بعدنا كامل لي بروسيدور ادمنستراتيف والمشاكل تاع الاوراق والبيروقراطيه تنحيناهم، دونك راح يكون تسجيل رقمي، راح يتصلوا البطاقه تاعو الى اقرب مركز بريد في منطقته وين راه ساكن، وتمنح له ايضا انه يمارس النشاط تاعو بطريقه قانونيه. نعم، هو المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ما نقولوش حديث نشء، لكن حديث نشء في المدة الزمنية، لكنه يقوم بمجهودات كبيرة من أجل إنعاش الاقتصاد الجزائري، يضم خيرة أبناء الجزائر من مستثمرين ناجحين، من رواد أعمال، من أصحاب شركات وأيضا أصحاب مدراء شركات عمومية. نظن أنه مجلس التجديد الاقتصادي راح يكون عنده دور كبير، راح يلعبوا في خلال